حياكم الله احبتي المشاهدين، ستشاهدون في هذه الحلقه اضخم عمل مسرحي في الشرق الاوسط، تحديدا في العراق في محافظه بابل، مسرحيه قيامه الارض. عرض فني كبير للغاية، حقيقي وواقعي، كأنك ترى الأحداث أمامك. يروي لك قصة الخلق منذ آدم مروراً بالإسلام وإلى يومنا هذا. لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي
إذا أنت مستمتع لحد هذه اللحظة بالفيديو لا تبخل علينا باللايك والاشتراك بالقناة.
لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله يمشي ثنايا الحسين وثنايا أخيه الحسن ويقول: أنتما سيدا شباب أهل الجنة، قتل الله قاتليكما ولعنه وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. لعنة الله عليك يا يزيد، لعنة الله عليك يا يزيد. ولا تلحظ عنك عارف، وأيامك إلا عددا، وجمعك إلا بددا. يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين. فأقسم برب الكعبة أن لا أترك أحدا منكم حيا. أصمتي يا ابن الحسين، أبوك قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطاني، ففعل الله به ما علمت. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فنحن الذين لا نأسى على ما فعلنا.